طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العنوان ده ولا تتبعوا السبل كما بين هو جزء من آية من كتاب الله تعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأنا عشان ما أطول لك الكلام، أصل الشغلة دي دربين، درب حق تاني أي درب باطل. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. في طريق واحد بدايته هنا، نهاية الجنة طوالي توشك هناك، الله بدخلك جنة الله سبحانه وتعالى. بعد ذاك باقي الدروب دي كلها بترميك في جهنم. وانا بتمنى لو في اي زول عنده نقاش، الناس اللي بيناقشوا ديل تعالوا نفتح لكم فرصه. تفضل تفضل يا اخي، ما تسوي نقاش فردي يا اخي، الله يهديك، ما تسوي نقاش فردي. انا ما جينا هنا عشان تناقشنا ونناقشكم، بين لك الحق. فالناس دي كلها ما عجباك، كلها قاعده ساكته محترمه، ونحن محترمين وهم محترمين، محترمين نفسهم ومحترمين لنا، جزاهم الله خير. فانت ما بداعي تسوي حركات بتاعت سوق الروب ده، ما كويسة. اقعد هنا دي بيجاي وعندك نقاش، تعال نفتح لك فرصة. قبيل زول عنده سؤال بعدين جاوبنا على السؤال بتاعه ده. اي شعبي تابع للترابي عاجبه الترابي، شكله سائل، لو عاجبك الترابي ده نظارته، لو عاجبك تعال قيف هنا طوالي السري سريع، قيف هنا دي قبل ما اجيك في محلك انا. اثنين، عاجب البرعي، اي زول عاجبه البرعي قيف في جاي، ديل عليه ضلال، طريقهم يودي جهنم. عديل كذي عشان انا ابقى واضح معاك، والموضوع ده واضح جدا. اي زول عاجبه محمد مصطفى برضو اجيب في جاي برضو، عشان ابقى معاك واضح. انصار سنة اجيب في جاي برضو. صوفي طريق ده واحد يا ناس، ما تلفوا تدوروا. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الطريق المستقيم ده كتاب وسنة بفهم الصحابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، إلى آخر الحديث. أتفضل طوالي أي سؤال، أنا جاهز إن شاء الله والباقيين جاهزين بفضل الله تعالى. ما من هؤلاء ممكن برضو نسمع لهم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين، إخواني وأبهاتي في دين الإسلام والخير. السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبه للتبليغ يا اخي، التبليغ ده في واحد اخونا فتره كده قال مكروه، وانا سالت شيخ وقال لي التبليغ ده مكروه. قلت له دليلك شنو انت عشان تقول لي التبليغ ده مكروه؟ وجزاك الله خير. بنسال من على اساس مثلا انت قلت الانصار السنه اللي يجي جاي والتابع التراب اللي يجي جاي، دايرين نعرف نحن ذات ونمشي مع منو؟ دارين نعرف روحنا نمش وين؟ ورينا الحتة دي. نحن عرسي بنزور قالوا ما نزوروا، بنمش والدلوين قالوا ما نمشوا. أها ورونا، نحن دارين حاجة عرسي بيجي صار السنة بتكلم جاي يفهم كلامك اللي انت بيقول كده. ورونا نحن حاجة نمش عليها، نحن ناس طلاب ما نعرفين حاجة، وانتوا ناس غدوة. بيجي انصار السنه برضه قد يكون يجيب في كلامك اللي انت بتقول كده يفهم. قلت ما زور، قلنا ما بنزور، ما بخرات ما بنزوري. اها نبي شوين اكيدنا افادك الله ومنعونا من الزياره، والله بنزور كنا بنزور ومنعونا منها. ورونا بالواضح، الدين ده المفروض ما يكون فيه عصبه ولا يكون فيه ضمائر عليه ده، ولا يكون ده انصار السنه، ولا يكون ده. نحن ناس ضعفاء ونحن طلاب ودارين نستفيد ودارين نعرف، والله لا خسارة في الترابي، والله ولا خسارة في الغير. نحن بل ناس دايرين الطريق الناجي، ما أكثر من كده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خير، سؤال ظريف جدا وسؤال جميل جدا. أنا قبل ما نجاوبه نجاوب على الأول. مسألة التبليغ كونه الزول يكبر خلف الإمام، المسألة دي يا ناس عند الضرورة. إذا المسجد كبير ما في ميكروفونات، ما الناس البعاد ما بيسمعوا تبلغ، لانه في صحيح البخاري الرسول عليه الصلاه والسلام صلى وابو بكر صلى جنبه في اخر حياته، دي اخر صلاه صلى، وكان صوت النبي عليه الصلاه والسلام مع المرض،
لا يسمع بعض الناس يعني وكانوا بعاد مع مرضه صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر يكبر بتكبيره فيكبر الناس بتكبير أبي بكر مؤتمين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كون الصلاة العمر كله أو مما نزل الشرع، كون الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالمسلمين وما في زول يبلغ، ده الوضع الطبيعي. كونه يبلغ في وضع معين، لما مرض الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى جالس وهو بكر بالقرب منه، ده معناه انت لو جو وضع زي الوضع ده الصوت بقى ضعيف، الناس ورا ما بيسمعوا، انت تبلغ. اذا الناس بيسمعوا تكبيرك، وده الان الوضع الموجود انه الناس بيسمعوا، فانت هنا ما تبلغ، لان النبي عليه الصلاة والسلام وده الدليل في صحيح البخاري قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. انتهى، دي واضحة؟ واضحة الحمد لله. النقطة الثانية دي عمنا ذي جزاه الله خير الخلى المشي للشيوخ المنحرفين، وخلى المحايات والبخرات والجماعة ذي كلهم خلاهم ماشي تمام، خلى ذي الورع ماشي قدام، وكأنه فهم انت خليت الصوفية معناها طوالي تبقى شنو؟ أنصار سنة. لما قالوا خلي الصوفيه خلاهم ماشي عليهم صار السنه، لقى الجماعه قالوا اسمع دير ما تمشي لهم، راسه ضرب ما عرف يرجع ولا عرف يمش قدام. انت اسمع براح، الموضوع ده واضح جدا. قال لك يا اخي احنا لم نعرف ترابي لا غيره، انا تكيفت من كلامه جدا. انت لا تعرف الترابي لا تبقى مع الصوفيه، لا تبقى مع انصار سنه، لا تبقى مع الجماعات كلها، خليها ابقى بس متابع للنبي عليه الصلاه والسلام. كفايه ولا ما كفايه؟ كفايه. لانه يوم القيامه قال الله تعالى عشان الزمن، قال تعالى: ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه شنو؟ فردا. ده موضوع واضح، وان هذا صراطي مستقيما طريق الله، توحد الله تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ده ملخص الاستقامة، توحد الله تبع النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل: إن الذين قالوا ربنا الله، توحيد، ثم استقاموا تبعوا النبي عليه الصلاة والسلام ومشوا عليه درب الاستقامة، تتنزل عليهم الملائكة في لحظات الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فنحن جيناك هنا بس تستقيم، لا تبقى معانا نحن ولا مع عادل ولا مع عادل ولا مع عادل، ابقى واسمع الكتاب والسنه وشق الدرب وانسى الجماعه الباقيين دول. فهمت الكلام؟ فراسك ما يضرب، ما بضرب، وانصار سنه ذات، واحدين خشوا في السياسه، واحدين خشوا بغادي بيقوا مع التكفيريين، واحدين بيقوا لافين ساي، واحدين بيقوا يستقبلوا اهل البدع، شغله جاطت. زمان كانوا تمام، هسه في واحدين تحت تمام، لكن برضه ما تبقى معاهم لانه ديل تابعين للفوق. فهمت الكلام؟ أبقى حر بس مستقيم براك حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. بعد الصلاة إن شاء الله بنفتح تاني فرصة للأسئلة والأجوبة. أيوة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد، ابقى يا إخوان ملخص ما ذكر إنه في طريق يوصل إلى الله تعالى. أنت ركز بالراحة فهم الكلام ده، في طريق في الدنيا دي بيوصل لي الله سبحانه وتعالى. الطريق ده انت لو سلكته الله بيرضى عليك ويدخلك الجنة، وده طريق الهداية. والطريق ده ما مكتوب فيه، الطريق ده ما مكتوب فيه جماعة الإخوان المسلمين، ولا مكتوب فيه الطريق القادرية ولا السمانية ولا التجانية. الطريق ده سي موجود، الطريق ده عبارة عن كتاب وسنة بفهم الصحابة. هسي انت بتسلكه الآن إذا وفقك الله تعالى. وهذا الطريق قائم على أصلين: الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، طريق بتاع الله سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما. انت كيف تخش الطريق ده؟ توحد الله تعالى. اثنين، تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، ده الأصل الثاني. يعني انت لما تكون في الدنيا دي اي عبادة متابع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، انت بتكون ماشي عديل،
مجرد ما تخلي الرسول عليه الصلاة والسلام وتابع لك شيخ طريقة ولا قائد بتاع مجموعة ولا رئيس بتاع حزب، انت فارقت الدرب وخشيت في الطرق المنحرفة. فهمت المسألة؟ وقال لك الطريق المستقيم ده، طريق الله ده شنو؟ طريق الله التوحيد واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف نخش؟ كتاب وسنة، تمسك الكتاب وتمسك السنة وبيفهم منه بيفهم الصحابة. ليه قلنا بيفهم الصحابة؟ لأن الله تعالى قال ومن يشاقق الرسول، ابن كثير قال أن يكون رسول الله وشريعته في شق صلى الله عليه وسلم وهو في شق آخر، ده الدرب بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، قوم هو يشاقق يلف يزيح بعيد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والله سبحانه وتعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لما إذا الله يرضى عليك آي تابع الصحابة وتابع النبي عليه الصلاة والسلام. فهمت ذا الطريق المستقيم؟ وحد الله تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ضربوا العزة والجلال. ولا تتبعوا السبل، الطرق البلجمبات دي، ما هذا طريق الله في طرق بلجمبات، الطرق دي قال لك ما تخش فيها، مش عديل، ما تتلفت وتخش بجاي وتخش بجاي، مش عديل. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ ده مش عديل يا الله، ما تلولو، ماشي في الطريق تمام، ده درب النبي عليه الصلاة والسلام فجأة اتلفت، ده منو؟ ده أحمد الطيب البشير، طريقته شنو؟ سمانية. أيوه يا أبونا الشيخ أنا دار أبقى معاك سماني، خلاص أنت خشيت في السبل، لفيت طوالي، خشيت لك في زقاق خطير ملان كلاب ملان حفر ملان شوك، بعد شوية بتقع نار جهنم. ليه قلنا الكلام ده؟ لأن أحمد الطيب البشير بتاع الطريقة السمانية عندهم كتب، كل الطرق دي وخدها بس كده، كلها الطرق دي كلها منحرفة، سمانية، قادرية، تجانية، تزعينية، كل الطرق دي شاذلية، برهانية، كلها منحرفة. ليه؟ ذول عينوا ليه طريق النبي عليه الصلاة والسلام، سوى له طريقة براو. بيجيك المرعي ده كسماني، ده تابع لأحمد طيب البشير، بيقول لك إنا بخطب في البلاد نزيل، لو جات مصيبة في البلد قل يا ولي الله إسماعيل، كان جات مصيبة ولك نادي إسماعيل يا إسماعيل. والله في القرآن قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. انتهى الموضوع، وآيات كثيرة. أيوك بيجاي ناس الختمية، كتاب النور البراق وكتاب فيوض البحور المتلاطمة، الشيخ يقول لك ده بنقولوه عن عبد الله العيدروس، قال دخل عدن، عدن في اليمن، فقال يا سماء أمطري لبن فإني في عدن، فأمطرت لبنا، كر جابت لبن السماء، السحاب بدل السحاب بقى تمن بتاعت لبن كابة، كر. انت ماشي في الشارع تجيك جمادة في رقبتك، يجيك لبن بودرة، انت ماشي ده انت بتصدق كلام زي ده؟ هو خلي اللبن الرطل بستة جنيه، هو موية، مش الموية أرخص من اللبن؟ الله قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ واضحة ولا ما واضحة؟ واضحة جدا، ما دار اثنين ثلاثة تمش قدام. قال أنا عرشها والكرسي، أسي أنا لو تابع لإبراهيم ده، وأنا ما تابع له وما تابع لي، كلنا إن شاء الله نتابع الرسول عليه الصلاة والسلام. إبراهيم ده أنا تابع له، وقول بعد شوية قاعد جنبه قال لي اسمع أنا عرش، تاني بعد شوية قال لي أنا كرسي، ده ما بزيح منه؟
انا شايفه هذا بشر. قال لي انا عرشها. تاي قال لي انا كرسي. تاي قال لي اقول لك شيء، العرش والكرسي سويتين انا. هو العرش ده خشب، لو خشب دار لنا نجار، والكرسي حديد دار له حداد. قول هذا لا تابع للنجار ولا الحداد، سواهن كيف؟ خلي عرش الله اللي احنا ما شفناه، والكرسي لله تعالى، وسع كرسيه السماوات والارض. قال انا عرشها والكرسي، ده بتاع الختميه. انا للسماء بانيها، سما دي قال بنيت انا. ده شفت لك سقاله بتاعت شيخ مربوطه فوق الحوار بتاع الشيخ طلبه، شايل سمائيه صغيره كذي خاتيها في باغه. ها ابونا الشيخ كذا لي سجمة دي بتاعت السماء دي، انت بتصدق كلام زي ده؟ انا عرشها والكرسي، انا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم اطفيها. ديل ما ناس فاكه منهم. الله قال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ واحد قالوا لا يا أخي السماء دي بناها الله، وشيخ قال أنا بنيتها. قال أي بنوها سوا؟ قال بنوها سوا. داسي مسلم ولا برا التغطية مرة واحد يا خدمة مسلم؟ دي الطرق منحرفة كلها صوفية. مش صوفي ضليت طوالي. انت صوفي ولا ما صوفي؟ صوفي اي انت انحرفت خلاص، خليت دريب النبي عليه الصلاة والسلام، خشيت بقي صوفي طوالي، انت فارقت درب الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد ده شيت حيلك لقدام الشيء جايك، لانه صوفي الله بقول ولله، او بقول لله، لله من غير واو، لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. ده مش الله قسموا لاربعه، بنات ناس بيديهم بنات، ناس بيديهم اولاد، ناس بيديهم اولاد وبنات، ناس لا ولد لا بنت، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. بعدين قال لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. ختم الآية قال إنه عليم قدير، عليم وقدير، لأنه الدار يصنع لابد يكون عنده معلومة، والدار يصنع لو عنده معلومة وما عنده قدرة ما بيقدر يصنع، لابد. قال إنه عليم قدير الله سبحانه وتعالى. الصوفية قالوا شيخنا ذاته بدي الجنة، كباشي كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي، يربط ويحل في كل محل كباشي، قال المتوكل لأمره يكل كباشي، من غير مز وتفل كم أدى طفل كباشي. انت كلام زي ده سيدان انحراف ولا ما انحراف؟ ده كله ضلال. الصوفية دل عليه ضلال، نوبات، الزول مات العزاب يلاف في ساي ما لاقي يتزوج يقول لك ما قادر ابني، والمات عجوز تلقى مات ابنه له فوق له اوضه، بعد شويه يركبوا لها لمبه، بعد شويه باب، بعد شويه ترباز، بعد شويه طبله، بعد شويه تلقى غفير قاعد زي بتاع الهدف قاعد برا ده ولا جوا. انت يا غفير قاعد ليه؟ ولك حارس الشيخ ده. ايوه خايف على الشيخ هاي. طيب انت خايف عليه تخوفنا به؟ قل بنفخكن بتبين فيكن بغير فيكن، لا بيقدر ينفخ لا بيقدر يغير لا بيقدر يتبين ولا شيء. ويناديوا، انا مستغرب في الصوفيه ديل، ينادي الشيخ يال برايت الحقنا، يال مكاشفي، يلفي بحراز، تمشي بحراز، تمشي القباب تلقى مقبوله، يعني مقفول الباب ومقبول، يعني الشيخ ده لو حي الا يقعد جوا كوكب الباب البر يفتح له، حتى نيجي مارق حتى نشوف الحاصل برا شو، هو طاب لانه جوا مقبول. كذا تفكر بالراحه كذا بقلبك بعقلك، فكر بالراحه. زول في عنقريب تشيله تدفنه، ثاني في الشدايد انت شايله وما قادر يتحرك، اربع انفار شايلينه، ويجوا ذا ناس بقدام وناس بورا يدفنوه، امشوا يعتروا وينادوه الحقنا وافزعنا. كان بيلحقك شلتوا اربعه، كان تخلوه بيع عن قريب وتقول لابونا الشيخ هاي انت مش متى هاي
وانت بتلحق هاي وبتفزع هاي. نحن بنمشي المغابر قدامك بالعربات، انت الحقنا هناك نصلي عليك صلاة الجنازة ونشوف الحاصل بعدها شو. لكنه ما بيلحق بيشيلوه بدخلوه في امتى؟ فموضوع الصوفية ده اللي بتدراويش سايخ سبح، زول ظريف يا اخو نظيف لابس له قميص ابيض بنطلون اسود شراب ابيض بنطلون اسود كدارة جزمة سوداء مورنشة ظريف جدا وريحة والقميص واسع والبنطلون واسع ولا جلابية، فجأة يبقوا صوفي بكرة تلقاه لابس له حاجة خضراء مرقعة جديدة ويرقعوها. انا ما عارف ترقع على شنو انت جديدة، وبعد شوية شعره يسوي به غادي، بعد شوية زي لوري الهوستين شايل له ابريق من جنبه خاتيو شايل ابريق. انت البلد دي دايرة باريكة زي مواسير شغالة مواسير كثيرة جدا، ما شايف المواسير مواسير ثقيلة جدا، وليك موضوع طويل جدا. فليه دي مواضيع الصوفية انتهينا منهم، دي طريقة من الطرق المنحرفة، اوعك تبقى صوفي، دي نقطة. النقطة الثانية في واحدين ثانيين تاعين عفش دي صوفية لكن عندهم دقن، بيجوا بيملوا الجامع ورا شايلين رز وشايلين لهم حاجات، ديل يسمون البلاغاتية تابعين لمحمد إياس الكندهلوي، ديل منحرفين. وأنا ما دار أطول لك عليه في الكلام فيهم لأنه بيناهم في مواضع مواضع تانية، ما عندهم موضوع يعاملوا أهل البدع، دعوتهم ما قائمة على التوحيد، فلذلك هي تخالف دعوة الأنبياء والرسل التي قال الله فيها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ديل انتهينا منه. ثلاثة وتلقى بيدقن وشايل سبحته بلاغاتي، أربع طرق قائمة على البلاغاتية منحرفة ذا صوفية عصرية كما قال الباني رحمه الله، فيهم كلام كثير. ثلاثة في واحدين سرورية يسمون تابعين لواحد اسمه محمد بن سرور، محمد بن أحمد بن سرور بن زين العابدين ابن نايف إلى آخره، اسمه ده ملخبط جعديل، المهم اسمه محمد بن سرور. الزول لا مجرم مات أسرت احنا منه الحمد لله، الله يقتل الباقين قاعدين بغادي، ديل قاعدين ديل شكلهم زي شكلنا جلابيتهم زي جلابيتنا، لكن بكفروا المسلمين اللي بيتحاكموا للحكام وبكفروا حكام المسلمين، ويقول لك الجهاد بعد شوية تبقى داعشي بعد شوية تتفجر بعد شوية. ديل ناس فاهمين القرآن غلط في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله إلى آخر الآية، وفاهمين السنة غلط وفاهمين الجهاد غلط، ما عندهم موضوع. لو عندهم موضوع بحق موضوع صحيح ادعوا بالدعوة والنبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ديل السرورية تكفيريين كفروا المسلمين، ديل احنا من حارمون شكلهم زي شكلنا زي ناس عبد الحيوسف، مجتمع ما بيرضى الكلام فيهم. عبد الحيوسف قال التفجيرات دي قال دي عمليات استشهادية ما فيها صح إنها ما فيها شيء حلال ومشروع تفجر نفسك تقتل ناس، ده قال ما يوشي عبد الحيوسف منحرف اوعك تكورك ساي. نحن هنا بنجرحهم لك شك بالكتاب والسنة ان شاء الله نبين لك الحق، دي مسألة. طيب وهذه طريقتك ابقى معه. محمد عبد الكريم، محمد عبد الكريم ده برضو القارئ منحرف ضال مضل ده بجنب. عبد الحيوسف ده عنده كتاب اسمه انت اسكت ساي اسكت ما عندي شيء، ما عندي شيء، كل عكاظ ما بسوي اي شيء. طيب يلا نحن انت الملك ان شاء الله. عبد الحيوسف ده يا جماعه عشان الشغله ما تبقى، شوف انا بعد شويه بفوركم جد لانه اي زول بهبشوا، اصبر شويه بيجاي يفوروا ناس بيجاي يفوروا ناس، كلكم بفوركم في ضوء الكتاب والسنه ان شاء الله، ما تزعل بديك فرصه بعدين. عبد الحي ده عنده كتاب انا قريته من الصفحه للصفحه اسمه حوار مع شاب قرر فيه المسائل دي، قال اقرينا بعيوننا وامشي اقرا الكتاب، انت ما تجي شايل لك عصايه وتكورك ساي واحسن منكم، خلاص احسن مننا، لكن احنا ما بندعوك للتكفير، هو بيدعوك للتكفير وللتفجير، واحسن مننا هسي فجر نفسك جنب الكاميرا دي فجرها هنا دي، ما بتفجرها عارف انه انت الشغله دي ما باقي عليها وده منهج قول باقي عليهم، اوعك تقورك ساي، يعني دارين نفتح لك فرصة بعد شوية. ديل منحرفين سرورية، عبد الحيوسف، محمد عبد الكريم، على الدين الزاكي، كلهم العطالة الملمومين معاهم،
والمكومين جمعون مهران ماهر سعيد نصر محمد عبد الكريم وتاني محمد الأمين إسماعيل كل الجماعة المنحرفين لا علاقة لهم بالدعوة السلفية في هذه المسائل لأنهم ضلوا وانحرفوا وفارقوا السلفية ديل انتهوا بيجمع في جماعة ثالثة اسمها جماعة الإخوان المسلمين دي تابعين لحسن البنا تابعين لسيد قطب ده بشتم الأنبياء والرسل يتكلم في موسى عليه السلام كما في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم صفحة 200 يقول لنأخذ موسى مثالا للزعيم المندفع عصبي المزاج أسي شوف السؤال ده ما هاج مش قلنا سيد قطب قال في موسى عليه السلام عصبي المزاج مندفع إلى آخره ما هاج ما زي إلا موسى عليه السلام هل قال الكلام ده سيد قطب وسيد قطب عبد الحي يوسف أثنى عليه ويتكلم ومدحه وبيمدحه ظلال القرآن هو محمد عبد الكريم هو محمد الأمين إسماعيل ده الناس منحرفين وده دين الله والله ما نخليه والله الذي رفع السماء لو إبراهيم ده انحرف أسي نكشفه وقتي طوالي أوعك تقورك سايب دي مسألة ده اللي جاي جماعة الإخوان المسلمين فلنا يجيك بقصائد أنا المسلم تريرم تريرم أنا درع لكل الناس ولا أحمل في قلبي سوى الحب وغزير الدمع في المحراب وإنت تدي بكية وبغادي شغال مرتاح جدا وما عنده أي موضوع وشايف ناس التوحيد ما عندهم حكمة وبتعلف ودوران والله تعالى قال ولا تلبسوا الحق بالباطل ولك نحن طريقة سنية وحقيقة صوفية وجماعة سلفية وهيئة اقتصادية وشركة اقتصادية وهيئة سياسية سيئية طوالي جهنم بجنب الإية طوالي ما بيجي ديل بجنب أنا وريتك في ضوء الكتاب والسنة فأنا ديل جماعة الإخوان المسلمين عندهم انحرافات كثيرة لكن أنا أفتح فرص للناس للمداخل في جماعة ثالثة فرع من الإخوان المسلمين بعد شوية فارقوا المسلمين وفارقوا الإخوان المسلمين قائد فارق الجماعة دي فارق منهج المسلمين ومنهج الإخوان المسلمين ده القائد بتاعه التعب ده للمتعاطف ساي ده الله يمرقه الباقي عليه عقائد القائد ذاته برضو فارق منهج المسلمين اللي هو ده رأس المؤتمر الشعبي تابعين لحسن عبد الله الترابي والله الذي لا إله غيره واحد تلقاه فينا في الفاو يا ولد انت شفت الترابي لك لا ما شفت الترابي ايوه شفت الرسول صلى الله عليه وسلم ولك ما شفت الرسول عليه الصلاة والسلام طيب الترابي عرفته كيف ولك في ناس شافوه في الخرطوم وجو الرونة قالوا قال كذي 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 ولا جابوا لنا مقاطع طيب في ناس شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجو الروك عن طريق النقل قال لك الرسول قال كذي 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 ليه صدق ان قالوا لك عن الترابي وما صدق ان قالوا لك عن الرسول عليه الصلاة والسلام ده ما سؤال اول سؤال ترابي ده قال الصحابة ديل اقتتلوا في السلطة ومحمد مصطفى قال الشعبيين كلامهم صح في واحدين بيجاي لابدين تابعين لمحمد مصطفى وبيجيبوا هنا جيبوا هسي اتصل بيه تعال احنا بنقعد نبيتين جيبوا قال كلام الترابي صح في الصحابة اقتتلوا في السلطة كلام الشعبيين صح في كذي طيب سؤال للترابي ده خليه ده بعد شوية بنجي نجيه ان شاء الله بيشبهنا وبيجيب شتمنا هنا دي الترابي انت قلت الصحابة اقتتلوا في السلطة وفي الكرسي وقلت معاوية وعلي اتقاتلوا في الدنيا او في الكرسي وده كلام باطل الصحابة ما اتقاتلوا في الدنيا قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا الى اخر الآية الله قال لك مرقوا من ديار واموال لله سبحانه وتعالى وقال لك الناس لما ماتوا ما غيروا تاني ما جوا للدنيا قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا شنو تبديلا يا إما تقول الصحابة ديل في البداية كانوا دايرين الدنيا الله رد عليه قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون بعد زكاهم في الظاهر زكاهم في الباطن قال يبتغون دي بتاع الجوة ودي بيعلمها الله سبحانه وتعالى قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا دنيته ده في البداية طيب دنية الصحابة زمان انت مصدقها يا محمد مصطفى اي يا ترابي مصدقها اي
طيب تصدق الآية الثانية، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وديل منهم الصحابة، فمنهم من قضى نحبه ومنهم الصحابة ومنهم من ينتظر، وما بدلوا شنو؟ تبديلا. يا إما إنهم ما كانوا دارين الدنيا وما بدلوا، وده الصح كما نص القرآن، يا إما أصلا كانوا دارين الدنيا والله نقل الكلام غلط. تقدر تقول كلام زي ده؟ ما بتقدر. يا إما كانوا ما دارين الدنيا وبعد شوية بدلوا، والله قال وما بدلوا تبديلا. فالصحابة ما ناس دنيا وكذا. الترابي سؤال له، ما هو السنة وداك أبو بكر والجماعة التي تابعين للترابي؟ برضو نديهم فرصة طوالي إن شاء الله تعالى بعد التعليق ده. سؤال، قال معاوية وعلي تقاتلوا إلى آخره. معاوية يا ترابي، معاوية رضي الله عنه، خلي باقي الحجج كلها. معاوية في آية في القرآن في اسم معاوية؟ ما في. في آية في القرآن في اسم علي رضي الله عنه؟ ما في. انت مصدق انه في صحابي اسمه معاوية؟ اي. مصدق يا شعبي في صحابي اسمه علي رضي الله عنه؟ اي. صدقت كيف؟ ده ما سؤال، ديل في القرآن ما في. ان قلت صدقت نقلون لنا نقل عن طريق التاريخ. ايوة، عندهم حجة، يقول لك القرآن ده ما اصلا نقله ده ما فيه اثنين ثلاثة. طيب القرآن ما فيه اثنين ثلاثة، علي رضي الله عنه انت شاكي انه في صحابي اسمه علي ولا ما؟ يقول لك لا ما في شك، في صحابي اسمه علي، في آية فيها علي رضي الله عنه، لا لا ما في. يبقى انت صدقت الاشياء المنقولة من غير القرآن عن طريق النقل الصحيح، فانت يلزمك تصدق سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتؤمن بها كما جاء ذلك في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نفتح فرصة للحوار والنقاش. دار تدافع عن عبد الحي يوسف، مرحب بك. هسي نرد لك عن عبد الحي يوسف. دار تدافع عن الترابي، نرد لك إن شاء الله. دار تدافع عن محمد مصطفى، نرد لك. دار تدافع عن أي جماعة؟ أيوة، فرادى أشتاتا الجماعات كله إن شاء الله. الشيخ أشكرك كثيرا، ونراكم تهاجمون جماعة أنصار السنة المحمدية، أرجو أن تحددوا كل خلافاتكم معهم وتكتب وتفتى إلى إبراهيم لكي تكون بيننا وبينكم مناظرة، إن كان الخيار لنا فيوم الجمعة الغالي، وإن كان الخيار لكم أرجو أن تحددوا الزمان والمكان. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجزاك الله الشيخ جزاء كثيرا. والله ما نحن ما حافظين القرآن أول حاجة، ولا حافظين أحاديث. والله عندنا سورة الفاتحة وقلنا والله عبد نصلي بها وبنصوم عليها، ولا إله إلا الله ومحمد رسول الله، عشان ما نقدر نعرف السؤال ده مهما يكون ومهما يتكلم نحن ما بنقدر نجادله. الليلة كلنا ما في زول حافظ القرآن، إذا كان في زول حافظ القرآن والله أنا متأكد بجادل الشيخ ده، والله يجادله في الترابي ويجادله في الشيخ في عبد الحي يوسف، لكن احنا أصلا ما حافظين نكتمها في رأينا. لكن لو رب نحن بنعرف أربع أشياء، ربنا سبحانه وتعالى قال في أربع أشياء وشهدت لكم أنتم. أول حاجة نمرة واحد، اليوم دي عارفنا، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، دي قالوا بتشهد عليك جوارحك يوم الحق عز وجل يوم تموت، دي نحن ما ينبيع حق التأيمان. النمرة الثانية، الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها وغرد الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. الأرض اللي بتمشي عليها دي، أنت إذا كان جاي من الخرطوم جاي لفتن يعلم بك ربنا سبحانه وتعالى، إذا كان جاي من أي حاجة عشان تتكلم في عبد الحي يوسف ولا الترابي يعلم بك ربنا سبحانه وتعالى، دي نحن منامن بها. الشاهد الثالث رب يذكر الله، الشاهد الرابع ربنا سبحانه وتعالى، معليش مع الأسف، الشاهد الثالث وما لدي من عتيق على الاكتفين دين الأكتاف دين، في عتيق في زول بيكتب وعد سيئات وعد حسنات، ملك يكتب سيئات ويكتب حسنات، الناس مفروض تعرف الكلام ده. الشاهد الرابع ربنا سبحانه وتعالى عالم السر وجهه، يعلم بك انت لو جاي من اي محل. في نفس الوقت احنا ما حافظين حاجه، ما حافظين والله ما حافظين القران، ما حافظين احاديث، ما بنقدر نجادل عشان ما تقول لي خلاص يا اخي، احنا ما بنقدر نجادل يا شيخ، احنا ما حافظين القران، ربنا يعلم بنا يا اخي. خليك انا بجاوب زي الشيخ وبعد ده اقدم الشيخ.
الشيخ السلام عليكم. وعليكم السلام. بين لنا تبليغ في خلف الإمام. وبلغ وبين لنا تشيع الجنازة بعد ما نحملها على كتافنا نقول لا إله إلا الله. وبين الحكم الثالث القنوت في صلاة الفجر. جزاك الله خير. طيب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حقيقة نحن بنشكر الإخوة الضيوف الجونا من مكان أماكن بعيدة. الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يتقبل العمل ويتقبل الجهد إن شاء الله. فحقيقة يمكن يكون زي ما أنتم مشاهدين الإخوة الكرام أنه أغلبية الناس هنا بيتكلموا في مواضيع حقيقة يمكن يكون هي فعلا هي حقيقة وحاضرة في المجتمع، لكن يا جماعة الآن المعرفة بها هنا في المنطقة دي يمكن تكون ما معناها جهل من الناس. أنا ولا أتهم الناس هنا بالجهل، لكن شنو؟ أنه الآن ما متوفرة كتب علمية أن الناس يعني يقروا ويعرفوا أن الناس فعلا دي المشكلة الحقيقية وفعلا المشكلة دي لا هي واحد اثنين ثلاثة. يمكن يكون كبير عندنا عمل أساء سؤال أنه يا أخي الطرق صوفية وصنة و أخوان المسلمين وأنه طريق الصلاة هو كما معروف أنه طريق المنجي وطريق الناجي، لكن يا جماعة طريق الصلاة والسلام على أساس الناس تتبعوا عشان نحن نتبع طريق الصلاة والسلام. أنا يا جماعة أن الآن يمكن يكون ما في حتى كتب علمية عشان الناس يقرأ طريق الصلاة والسلام بس بعلمية طريق الصلاة والسلام الناس تتبعوا كده بس، ولا في كتب علمية الناس بتجيبها أو في مكتبة علمية الناس بتقعد تقرأ هي تجتهد من نفسها أو تكون في حلقات بتاعت حلقات علمية الناس تدرس الآيات دي الحلقات تدرس بطريقة طريقة لأنه الناس تعرف مرضية. الليلة نحن بنتناقش في حاجات هي أصلا ما حتى نحن والله محتاجين لها ولا محتاجين نسمع مشاكل وخلافات بين دين قالوا ودين فعلوا ودين عملوا ودين سووا ونحن لا نفعلنا عنها. نحن يا جماعة ما دايرين ناس نتناقشها في مسائل حتى افتروا فيها ناس اعلم مننا قد يكونوا في اجتهاد وقروا يعني حتى انه يعني ما توفر لنا اساسا ان نقدر نعرف الحياه دي والمشاكل دي. احنا دايرين يا جماعه الناس تكون حتى يعني في المحاضرات الجايه ان شاء الله اي محاضرات المجتمع يستفيد منها. تعوروا الناس مرضين الليله الصلاه اللي لازم يصلوا ما عارفين زادوا فرائض الوضوء شنو فرائض الصلاه شنو. احنا دايرين مواضيع الناس تستفيد منها انه سبحان الله في ايام من الايات ولا يدري نفسه بيرضي تموت ولا يدري نفسه يجنب ما يقدر يكتب ولا احنا ما عارفين اذا الواحد يحل اللي يقرا ولا يموت الليل ولا يحصل له احنا دايرين حياه تراخي لنا مواضيع الناس تستفيد منها. لكن ما داري ما علينا علينا والله ما داري دي انا ما طول اسي انه جو طيب ذي المجموعة بجوك وبيجاي ما عارف منه وذي البيوت وبيجاي وذي في المنصة في خلاف في جو خير جزاك الله خير. رسالتك وصلت رسالتك وصلت في آية من الآيات ربنا سبحانه وتعالى بخاطر الرسول صلى الله عليه وسلم تقول له اذهب إلى فرعون إنه طغى وقول له قول لي يعني لابد ان يكون في الحوار صارت تكون بطريقه ان الناس تتقبلها عشان ما تحصل نقاشات ومحادثات الناس ما تستفيد منها. خير كلام هنا قد يكون صح اي حال وناس فاضلت عليها لكن يا جماعه هنا عشان نحل المشكله ما اسف هسه الان ممكن ادي المايك وتواصلوا في المحاضره دي وذي بيوضوا وذي بيوضوا مع شيء بتقوم بسد وجرب طول الليله ثاني انت جاي نفس المنوال. والله بس دار وصل حي مع أيلي في دقيقة واحدة وصل عليه. لا وصلت. لا أنت قاعد تقول الكلام. داني ما في طريقة شيخ. ما في طريقة. يا شيخنا ده ما من الأدب يا شيخ. ده ما من الأدب. والله ده الرديم يا أخي. والله ده يدرسوا ناس في مرتين بطريقة يا شيخ كلامك ده غلط يا شيخ. أمور علمية تخص بلد المدير. كلامك ده غلط يا شيخ. كلامك ده غلط يا أخي. الحمد لله نحمده ونهديه ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انهم يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. الجمع الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. التحيه لاخواني لله اسال الله ان ينفع بهم البلاد والعباد.
سؤالي هو انكم انتم كنتم انصار سنة وتعلمتم على ايدي انصار السنة، فما يعني بالكم بخلاف اليس من عدم المنصف ان تضربوا من منهج كامل حرب الحائط بسبب خلافكم مع شخص او شخصين؟ اذا كم هم ضلوا وكل الناس ضلت فافيدونا جزاكم الله خير. طيب السؤال الاخير ده ان شاء الله بنجمع عليه والسؤال الاول لانه عنده علاقه به ان شاء الله تعالى. وقبل السؤالين ديل قبل في كلام اخينا محي الدين جزاه الله خير، ففي سؤال قال كيف اذا طلق المراه كيف تكون قاعده في البيت؟ هل ينوم في البيت ولا يترك البيت الى اخره؟ كاتب الكلام ده. الزول اذا طلق المراه الطلقه الاولى والثانيه بتكون في فتره عده، في فتره العده دي تكون معاه في البيت، وهما كونه يجي في فتره العده معاه في البيت ده ما بيترتب عليه محظور شرعي، لانه لو هو قرب منها وجا رجعها جا رجع المراه بعد دم شنو؟ بترجع زوجه له، يعني ما داير عقيد ولا كذا، فما يخشى عليه شنو؟ من كونه يعني رجل قاعد مع مراه في بيت ويبيت وسوى ولا، هو مقصود انه تكون معاه في البيت ده بعد طلاق الطلقه الاولى، بعد شويه هي تسوي شاي تجي يساله يقول لها الشاي مسيخ طاعم ظريف اي ونحن ما نرجع يا اخي، بعد شويه يرجعوا سوا ده المقصود، لكن انت بعد تطلقها توديها بيت ابوها ثاني هو يمشي يبحت كان داير يرجعها ذاته يجيب لوري ويجيب كذي والمره دي فهمت المساله؟ فما فيها محظور شرعي كونه انت تبيت ده الجواب على السؤال ده انتهى. مسألة أنصار السنة ومردت من أنصار السنة ومناظرة مع أنصار السنة وهؤلاء أنصار السنة وتشوت المنهج كله بسبب أنصار السنة، الكلام ده يا ناس ما الكلام ده كلام بتاع عاطفة ساي. أنصار السنة هاي كنا معاون، وأنا قبل ذكرت لك في البداية الناس دول كانوا يدعوا للتوحيد والسنة ويدعوا للحق ويبينوا الحق في المنابر وفي غيره، بعد شوية دخل علينا السياسة بقوا جزء منهم خشوا في السياسة وإلى آخره وضيعوا دين الله تعالى، منهم إسماعيل عثمان الماعي وغير جماعة المركز العام. وأنا أسأل السؤال ده الكبير والصغير الآن يعرفوا انحرافات أنصار السنة، إسماعيل عثمان الماعي يزكي الصادق المهدي أو يثني على الصادق المهدي ويثني على حزب الأنصار وهم ماشيين مع الصوفية، مرة يمشوا لهم في الكباشي مرة يجيبون بيجاي يكرمون واحدين من الصوفية، فهذه كلها لخبطة. بعد شوية محمد مصطفى تكلم في الصحابة شتم الصحابة قال ثبت لنا بالنص الصحيح إن معاوية رضي الله تعالى عنه كان بيدعي إنه أولى بالخلافة من علي وقاتله على ذلك، ده قائد من قواته وبرضه يجيبوه وجابوه هنا بعدنا المرة اللي فاتت بعد أخواننا ذي جابوه ولسه محتوينه لا ردوا عليه لا تبرؤوا منه، دي براءة بتكفي في نصفهم سكوت على الباطل. العلماء يردوا عليه ناس منحرفين مبتدعة ناس ضالين زي محمد حسين يعقوب يخرج في المظاهرات، وزمان بدعوا العلماء ناس أحمد النجمي إيه ناس الهواري وغيره استقبلوه، والهواري يرى الباطل ويقره ويسكت عليه، ونشهد الله في عليائه أننا نبغضه في الله تعالى ونرجو الله تعالى أن يري الناس فيهم آية من آياته. ضيعوا الشباب ضيعوا المناهج السلفي ضيعوا منهج الكتاب والسنة، مرقوا الناس من الصوفية والتعلق بالشيوخ علقوهم بهم هن لك العلماء، ما تكلموا في العلماء دم تتكلموا في الهواري، تكلموا في عبد الرحمن حامد تكلموا في خالد عبد اللطيف المشى درس العقيدة مع ناس محمد أمان الجامي أقوى ناس من أقوى الناس في العقيدة جو هنا انبرشوا هؤلاء الناس، ما تزعل من الألفاظ دي ده اللي يستحقوها ومثلها معها والذي رفع السماء. ليه؟ لأنه يسكت على الباطل، والله تعالى يقول وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يسووا مؤتمر في الرد على الشيعة يجيبوا فيه عصام أحمد البشير المبتدع الضال المضل المنحرف بتاع الأخوان المسلمين، يجيبوا فيه عبد الحيوس يستقبلوه ناس محمد الأمين الذي مزق الدعوة السلفية، بيجاي ذاك يشتم الصحابة، بيجاي ذا يخرج على الحكام يقول حكام شجر الغرغد صنيعة اليهود محمد أمين إسماعيل، هم ساكتين وده نائب رئيس الجماعة بتاعة الإصلاح بيجاي، والناس اللي أفتوا فيهم علماء زمان ما تعلق فينا نحن
مزمن المشى ابو بكر جاء وديل بيقوا عصبجيه معاه وديل اوعى التعليق ابقى واضح قول ربيعي بن هادي المدخلي ده غلط في حقنا وظلمنا وهو عالم لكن قل ادبه علينا وظلمنا لما قال تديرها السروريه ناس شيخ ابو زيد بيجاي قول شيخ مقبل غلط في حق انصار السنه لما قال بيكون انصار مال وناس مال وده مشاهد الان يتعامل مع جمعيه احياء التراث علاقتهم مع شنو ده الناس ضيعوا دعوه الله تعالى انحرفوا خالفوا المنهج الصحيح كلام كثير حولهم قاده واتباعهم اما مناظره وما مناظره والى اخره ده تناقض منك انت يجي هنا يقول لك المواضيع دي وانتوا الان تتكلموا في انصار السنه وهؤلاء الناس وده المبراح الحكمه بعد شويه دارين سووا مناظره دي من الحكمه ما من الحكمه نحن راضين بها سووا مناظره لكن مع منو سووا مناظره جيب لنا اسماعيل عثمان وجيب رؤساء جماعه انصار السنه لكن ما تجيب لك زول هالفوت ساي تجيب هاي خلينا اتم الجواب بعد ذاك شنو خلينا اتم الكلام ما عشان ما يشتت هاي هاي خلينا نتم الكلام هاي نتم لا لا نتم نتم بس جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم. احنا والله قصدنا شويه حق الحق والباطل. في ثلاث مرات بعد ما تطلق لك مويه حرام عليك انت بتفتى من وين؟ حاضر. بتفتى من كتاب ولا بر من راسك؟ البلد بعد ما تطلق امدت لك مويه دي حرام عليك. طيب. يقعد معها كثير وبعد معها خلاص الدعوه في روحك. طيب. احنا والله يا شيخ قصدنا احنا الحق وابطال الباطل ان كان الحق معكم والله تبعناكم وان كان الحق معنا ما صحيح اتباعنا كلها كاتبه كلها بجاوب ارجع بس بجاوب ابشر ايوه احقاق الحق وابطال الباطل احنا ذات جينا ولله الحمد من اجل احقاق الحق وابطال الباطل الناس ديل لو المقصود لا بيان الحق لهم بينا الحق ده ولله الحمد في الملأ وفي الخلاء انتهى الموضوع اما ايوه ليكن انتم بالراحه بترتيب كده بالراحه انصار السنه مشكلتنا معاهم شنو بالراحه كده من غير زعل واحد قال الله تعالى في القران لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله دي واضحه ولا ما واضحه الصوفية عاندوا الله وعاندوا الرسول بالكتب ذكرناها قبل والمحاربة ولا ما عاندوها؟ الجبراوي جابوه في التلفزيون في قناة اس 24 الله نهاك عن موادتهم قال نحن بيننا وبينهم علاقات ولما مات الهدية جو عزونا ولما ماتوا ناس منهم جو عزونا نحن مشينا عزيناهم وبيننا وبينهم علاقة بيننا وبينهم كذي الهدية نفسه جابوه في التلفزيون في برنامج اسمه من حياتنا قال انا بحب البرعي عديل كذي جابوا لي بعدها جابوا قصيده للبرعي مسجله 20 دقيقه الهديه نفسه رحمه الله تعالى دي النقطه الاولى فهمت النقطه الثانيه من النقاط الله في القران قال واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم اهل الباطل تعرض عنهم وتبتعد منهم وما تجالسهم كما بين الله تعالى في القران وبين النبي صلى الله عليه وسلم في السنة في البخاري حديث عائشة رضي الله عنها وفي تفسير الآية من سورة آل عمران والذي أنزل عليك الكتاب إلى آخره إنت الجانب أهل البدع تبتعد منهم النازل علاقتهم على البدع الآن أنصار السنة الإصلاح جماعة بزيد سووا مؤتمر اسمه مؤتمر الشيعة الرد على الشيعة جابوا فيه عصام أحمد البشير من جماعة الإخوان المسلمين ديل مبتدعة ولا ما مبتدعة؟ مبتدعة جابوا فيه عبد الحي يوسف من السرورية مبتدعة ولا ما مبتدعة؟ مبتدعة حيون وأكرمون عبد الحي قاعد تحت وعصام اتكلم فوق جينا ناقشناهم اتكلمنا معاهم خوجلي إبراهيم من جماعة أنصار السنة من القادة قال هاي ديل نجيبهم وكونهم يحاربوا الشيعة دي ما حاجة طيبة وده من إلباس الحق بالباطل يحاربوا الشيعة بعيد ونحن نحارب الشيعة بجاي ونحاربهم هم في باطلهم ده الحق دي النقطة الثانية النقطة الثالثة الله أمرنا في القرآن ده الأنصار السنة أمرنا في القرآن فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم من بعد الصحابة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا
محمد مصطفى ذكر الصحابة وما أمسك وإنما وقع فيهم، قال اقتتلوا في السلطة واقتتلوا في الدنيا ودق الكتب وقالت حتى السعودية، وقال أقول يا سحلي يا فلان، قال يا مش السحلي، قال بتاع الراس حداك، قال شوف لك جدادة وكلة حاضرين نحن مباشر عديل المحاضرة. بعد فترة قال معاوية رضي الله عنه، ثبت لنا بالنص الصحيح إنه معاوية رضي الله تعالى عنه كان بيدعي إنه أولى بالخلافة من علي وقاتله على ذلك. الكلام ده مخالف ولا ما مخالف؟ مخالف. في كتاب زيارة أعلام النبلاء المجلد الثالث صفحة 140 أبو مسلم الخولاني رحمه الله ومعه أناس سألوا معاوية رضي الله عنه، قالوا يا معاوية أنت أولى بالأمر، أنت أحق بالأمر منه من علي؟ قال لا والله إني لأعلم أنه أحق بالأمر مني، وإنما سلوه يقتص لقتلة عثمان. يا محمد مصطفى خالف كلام معاوية، خالف كلام الصحابة، خالف القرآن ويتحدى، خالفناهم في كذب، مش شتم عصبجية كفار وهؤلاء وقليل ندب، ده خلافاتنا مع النازل، ده جزء من الخلافات. الصوفية أنصار السنة جابون في كونه بكرموا مرشد الطريقة السمانية، كرموا إسماعيل عثمان الماهي، كرموا في الملأ الكلام ده، في جريدة الاستجابة جايب إسماعيل عثمان الماحي ده بتاع جريدة الاستجابة ده ورئيس الجماعة نفسه، يا ناس جماعة الإخوان المسلمين وباقي الأحزاب حزب الأمة وغيره ديل كلهم بتلموا معاهم في برامج دينية أو دنيوية، في برامج دينية خلي الدنيا دي مسألة دقيقة لازم تملك، لازم تملك. أنصار السنة الليلة بيقولوا نحن بنتعامل مع ديل، نحن الآن اللي بنصدع بالسلفية بحاربونا ويقولوا عصبجية وديل بيجاي يشتمونا وشباب فتنة وديل كذي، نحن لما نرد هم عندهم مأخذ واحد علينا، مأخذ منهج. أمش أسألهم قول لهم ده بيخرج على الحكام، قول لك لا محمد الأمير إسماعيل بيتكلم في الحكام في المناب، يا عمي خلي عم إبراهيم عليك الله اقعد خليني نجاوب، ما في أسئلة كثير، لا 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 ما كذي ما كذي يا عم إبراهيم، الكلام ده ما بليغ بالدين ولا بليغ، انت ما سالتني انا دار افصل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، معليش يا شيخ. طيب يا شيخ نحن اذا كان هنا ما قلنا ل 50 نفر او 60 نفر من جماعه انصار السنه المحمديه مش كده، واعتبرنا من العوام قبل النهايه ما عندنا علم ما يجي مش كده، ايه تنظيرك شنو كونه تكون في منازعه عشان تحقق الحق وتقتل الباطل ونتاكد هل الحق معاك ولا معاهم؟ نحن والله ما قصدنا الا الحق، ما مشكله الحق نرجو منك المناظره اللي بيجي منه المنظر. ما يهمك يجي ان شاء الله من اي اخوان. طيب يرد على كلام ما يهمك انت ثاني. طيب. مش كذي؟ طيب. بس اصبر لي يا عمي اصبر لي دقيقه ما دار رد على المسألة. انت كونه مصر على المناظره نحن ما جارين من راضينا، لكن احنا ما ممكن نجي من اخر الدنيا الناظر زول من الافراد. انت نحن راضين بالمناظره، قلنا لك حدد لنا، جيب لنا اسماعيل عثمان رئيس الجماعه، جيب لنا محمد الأمين إسماعيل ذاك في الجماعة الثانية من الرؤساء بتاعنهم قائد من القادة، عشان بعد يبين الحق من الباطل، الناس انت ترجع للحق ونحن نرجع للحق، ده المقصود. هسي نحن جاهزين للمناظرة، هسي اتصل بهم اتصل بهم في ضوء الكتاب والسنة، ده انتهى الموضوع. ده في مواضيع كثيرة ده بيخرجوا في المنبر على الحكام، مسائل كثيرة يا زول واقعين فيها مسائل. طيب مسألة قبل عم انا سألت ثلاثة أسئلة، قال لا إله إلا الله خلف الجنازة، دي ما فيها دليل بل دي مخالفة للسنة، الصحابة كانوا يمشوا على خلف الجنازة كأن على رؤوسهم الطير يعني وهم ساكتون لا يتكلمون، فدي ما من السنة بل مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال البعد مسألة التبليغ، جاوبنا عليه وبينا إنه التبليغ الأصلي إنه طالما بسمع الإمام ده بدعة ما بجوز، لكن إذا الإمام ما بسمع المأمومين ده بكون للضرورة ببلغ، ودليله في صحيح البخاري حديث الفيه أبي بكر فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. القنوت دورت في السنة لكن جهرا وبعد الركوع كما في حديث أنس رضي الله عنه، قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، شهرا قنت على رعل وذكوان ويدعو الله تعالى عليهم ويدعو عليهم بالشر لأنهم قتلوا 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء. فالقنوت إذا كان للحاجة بجوز،
دار تدعو عليه ناس ضللوا الناس في المسلمين وجهرا وبعد الركوع مش سرا وقبل الركوع وتحددها في صلاة الفجر بس وسرا زي ما بيفعلوا الآن كثير من الناس ده مخالف للسنة. المذاهب فيه ثلاثة مذاهب قالوا سرا وبعد الركوع وده ما قام عليه والدليل ده ذكرناه ده وده مذهب المالكية. مذهب ثاني مذهب الأحناف قالوا ده خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام ده مذهب مردود لأنه مخالف للأدلة. المذهب الثالث ده الصحيح مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي إنه القنوت بيكون للحاجة لو في نازلة من النوازل في مصيبة في البلد تقنط وبعد الركوع ويكون جهرا والإمام يقنط بعد ذاك الناس تأمن بقنوته. لكن البلهيئة دي الموجودة دي الآن ده ما صحيح. هاي السؤال عشان دار افتح الفرصة لشيخ ما مزمل الشاب الكبير جاء مسك الميكروفون ده ومسكوا والناس كلها اعترضت عليه كثير من الناس ونحن ابن بيجاي بنقول لا اسكت ولسه مصر ما عارفوا الميكروفون عاجبه ولا في حاجات تانية. المهم نحن ما عندنا مراجع وكيف نعرف درب الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف نعرف الناس ذيل عليه ضلال. نحن وريناك القرآن ده فيه ولا ما فيه الله بيّن لك فيه طريق الحق من طريق الباطل. نحن جينا بيّننا لك قلنا لك ده قالوا الشيخ بدي الجنة الله قال كده الله ده كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن ده عندك المرجع ده هنا فيه ولا ما فيه أمش أقرأه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فده كلام حق. أما علموا الناس الطهارة الوضوء علموا الناس كذي نحن المواضيع دي ما محتاجين لها محتاجين لها بدليل الناس ناس الغرية ديل الطيبين أو ناس المنطقة جزاهم الله خير وناس طيبين وقاعدين يسكتوا ويسمعوا من الشباب ومن الناس الكبار قاعدين. لكن لما انهبشنا محلات معينة لقينوا فيها فيوزات ضاربة لازم نصلحها إذا الله وفقنا نصلحها. أنت بعدين زعلان ليه نازل في بيجاية تتكلم في أنصار سنة متحزبين لهم خالفوا الكتاب شتموا الصحابة نبزوا على المنابر تعاملوا مع أهل البدع ما بهم يقولك نحن قمنا كذي بس أنصار سنة حزبية مغيتة بغيضة سيئة نبرأ إلى الله منها. ديل بيجاية شعبيين يتابعوا التراب يدافعوا داك بيغادي كورك تابع لعبد الحي يوسف. فالأمراض دي لازم تعالج والنبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخر. النقطة الأخيرة نقطة عمنا ده قال لك مرة طلقتها تاني كوباية موية ما تديها لها هذا ده كلام بتاع عراف زي كلام الدين. قال الله تعالى في القرآن لا تخرجوهن من بيوتهن من سورة الطلاق ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الله قال ابن كثير في التفسير قال يجب وجوبا أن تبقى المرأة في بيت من طلقها في فترة العدة. أما الطلقة الثالثة دي بعد ما حرمت عليه وما فرجع تاني دي هل بترتب على كلامك ده أو جزء من كلامك إنه ابعد منا وتاني ما يقرب منا إلى آخره. السلام عليكم وعليكم السلام. أما في فترة العدة رجعت المرأة بشنو المرأة فترة العدة لو دار ترجعها أنت مجرد ما خلاص رجعتها في نفسك وقلت لها تراجع أو رجعتها خلاص رجعت ما داير عقد ما داير حاجة فهي قاعدة معاك في البيت دار تقرب منها ترجعها بعد ذاك بتبقى تاني زوجة لك ده المقصود. فهمت المزارة ده درت على وده قرآن أرجع للقرآن وكذا. أنا أفتح الفرصة لأخينا وشيخنا شيخ مزمل وكذا.